وسهلا. في إطار هذه السلسلة لدي أفكار عديدة، يعني متعددة ومتنوعة، سأحاول ترتيبها تباعا. في هذه الحلقة التجريبية سأبدي وجهة نظري في بعض المسائل العامة التي أصبحت شائعة، ولكنني شخصيا لا أؤمن بها وأعتبر بأنه على العكس ينبغي محاربتها. المثال الأول هي عندما يقال لنا مثلا بأنه لا يعذر أحد بجهله للقانون. أنا أعتبر بأن هذه القاعدة كانت صحيحة في البدايات الأولى لظهور القانون، وخاصة التقنينات الجنائية لأنها هي الخطيرة. لذلك مع مرور الوقت، تعقد الحياة الاقتصادية الاجتماعية العلمية التكنولوجية، يعني تنوعت وتعددت وظهرت جرائم جديدة، فأصبح المهتمون يميزون ما بين الجرائم الطبيعية التي لا يختلف اثنان على أنها جرائم، وما بين الجرائم المصطنعة، أي تلك التي تم إحداثها والتي لا يمكن لجميع الفئات الاجتماعية التعرف عليها. لذلك هذه القاعدة تتطلب إعادة النظر فيها. مثال ثاني، قاعدة تقول على أن القانون لا يحمي المغفلين. هذه فكرة خاطئة. القانون وضع لحماية المغفلين من المتلاعبين بالقانون، ودور الأجهزة القضائية سواء التي تبث في النزاعات أو هيئات الدفاع هي أن تقف بجانب هذه الفئة بين قوسين المغفلة التي يجب الوقوف إلى جانبها. إذن في إطار هذه السلسلة، كما قلت، هذه فقط حلقة تجريبية سأحاول تدريجيا أن أضعها في شكل سلسلة متخصصة. تحياتي وإلى حلقتي الغد.